ينضم لنا الدكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات. أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. إذا صباح اليوم الاثنين اتفاجئنا بأنه منصة إكس تعلق حساب علي خامنئي المرشد الإيراني, ويعني في سابقة يعني غريبة جدا. وطبعا احنا عارفين أنه منصة إكس عادة ما بتوقف الحسابات التي تنتهك قواعدها, والسؤال ما هي القواعد اللي انتهكتها أو اللي انتهكها حساب علي خامنئي يعني بعد ما نشر تويتة واحدة بس قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير, تحياتي لحضرتك وكل السادة المتابعين. يعني بشرف دايما بالتواجد مع حضراتكم. أهلا بحضرتك. يعني سؤال حضرتك مهم جدا, ما هي المعايير والقواعد؟ في الحقيقة يعني إذا كان هناك معايير وقواعد فهي دائما يمكن الإطلاق عليها أنها قابلة للتطويع, يعني هي مطاطة ويمكن تطويعها أو تفسيرها على نحو مختلف ومغير على حسب الظرف السياسي ومسألة الانتقائية والازدواجية, اللي يمكن على الرغم أن منصة إكس كانت ربما أكثر انضباطا في عرض بعض الحقائق فيما يتعلق بالحرب في غزة, ولكن هي لا تخلو ولا تبعد عن جملة ربما التجاذبات والاستقطابات السياسية. خلينا أقول أن يمكن منصة إكس كانت قد ارتكنت على أنها أوقفت وجمدت بعض الحسابات الخاصة بالرئيس دونالد ترامب في السابق وغيرها من الخبرات السابقة, ولكن الوضع مغير في هذه المرحلة على اعتبار أن المرشد الأعلى هو لم يقوم بأفعال ربما أو يحرض أو يتحدث عن أمور للتحريض على العنف أو غيره, ولكن هي مسائل قد تكون متعلقة ببعض الاعتبارات السياسية, بعض الضغوط أو غيره, لا توجد دائما في الفيسبوك أو في إكس أو غيرها من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تطبيق كامل وموضوعي لما يسمى القواعد التنظيمية وغيرها. هي قابلة دائما للتفسير أو التطويع على حسب الضغوط وعلى حسب الظرف السياسي وعلى حسب المرحلة, وهي عرضة للضغوط السياسية, لا توجد ما يسمى القواعد. وخلينا أقول في عجالة أن دعينا نرى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والحريات وغيرها, فأنا شايف أن ده مجرد عناوين مطاطة يتم تطويعها, وما حدث في غزة وغيرها خير دليل على ذلك. نعم, باقي الحسابات الرسمية الإيرانية على منصة إكس هل حصل لها حاجة؟ يعني خلينا نقول ان يمكن الحساب الخاص بالمرشد هو الابرز اللي تم تجميده, لكن بقيه الحسابات لم يكن هناك ربما حمله واسعه للتعرض لهذه الحسابات, لكن في مراحل سابقه كان ربما هناك العديد من القيود الخاصه بالحسابات المتعلقه بالحرس الثوري وبعض الشخصيات من الحوثيين وغيرها, فده حصل قبل كده. لكن بالتوازي مع هذه المرحله ده ما تكررش او لم نرى ظاهره ان هي ممنهجه بشكل واسع يعني. نعم, يعني في بعض التحليلات بتقول انه الضربه الاسرائيليه على ايران كانت ضربه تمهيديه, وانه يعني هناك تحضير لضربه اقوى في القريب. يعني هل ده تحليل يعني موضوعي او تحليل قريب للصحه من وجهه نظر حضرتك؟ يعني خلينا لا نستبعد اي من الاحتمالات, ده موجود ويستند العديد من الرؤى, ولكن خلينا نقول ان يمكن الجانب الاسرائيلي اعلن انه العمليه الاسرائيليه انتهت, واعتقد ان يمكن هذه الضربه جاءت في الحدود التي ربما تقبل بها ايران, لم تتطرق الى مستويات الاستهداف العليا سواء بالمنشات النوويه او المواقع الحيويه والاستراتيجيه, وانا شايف ان ده سيتم تجميد مساله المواجهات الاسرائيليه الايرانيه لبعض من الوقت, وعلى حسب المستجدات والمتغيرات الاقليميه قد نرى تطور في المستقبل. اسرائيل وخلال الفتره السابقه ارتأت و شهدت أن إيران ربما تشكل خطر بشكل أو بآخر, وبالتالي سيكون هناك إرجاء للمواجهة وفقا للظرف السياسي, لكن خلينا أقول أن يمكن إيران تحاول اللي هي تخرج المشهد على أنها تم التصدي للهجمات وتهون من حجم وتأثير الهجمات الإسرائيلية كما أفادت وكالة تسنيم. نعم, ولكن وكالة تسنيم نقلت عن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اليوم الاثنين أنه إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها المقيتة, وأنه سيكون لهذه العملية عواقب مريرة. يعني قائد الحرس الثوري يحذر إسرائيل من عواقب مريرة إثر الضربة الإسرائيلية على إيران.
نعم، يعني مثل هذه التصريحات موجودة طوال الوقت، ويمكن الإدارة الأمريكية هي من أدارت وهندسة توازنات الضربة الإسرائيلية خلال الفترة السابقة بالانفتاح على إيران وإسرائيل، ويمكن كانت دي رغبة أمريكية بالأساس. فلا أعتقد أن يمكن إيران ستتجاوز هذه العتبة في هذه المرحلة، لأن الرد لم يكن بالرد الكبير، على الرغم من أنه أوجد العديد من التأثيرات. يعني كان هناك ربما تعرض لمنظومة إنتاج ومصنع إنتاج الصواريخ البالستية بتدمير 4 من الخلاطات الكوكبية المسؤولة عن توليد الطاقة الصلبة المسؤولة عن إنتاج ربما الصواريخ بعيدة المدى. كان هناك استهداف لقاعدة برشين للتخطيط والأبحاث، كان هناك استهداف لأربع بطاريات من منظومة S-300 وغيرها من الخسائر التي ربما تؤثر على قدرة إيران على إنتاج الصواريخ البالستية لمدة 6 شهور، ولكنها ستعتمد على مخزونها. جملة هذه التأثيرات والضربات الإسرائيلية أنا شايف أن هي على الرغم من أنها تشكل بعض الأضرار لكنها مقبولة في ظل السيناريوهات التي كانت مطروحة. فأنا شايف أن كما تتحدث حسين سلامي، هناك رأي آخر مسعود بزشكان بالتوازي يتحدث عن أنه لا يريد توسيع الصراع وأن إيران حريصة على ذلك. فأنا شايف ده معناه أنه إيران لن ترد الضربة؟ في اعتقادي أنها مش هترد الضربة، لأن مسألة الرد والرد على الرد مسألة باتت في دائرة مغلقة، واعتقد سيكون هناك توازنات وارجاء الامر لما بعد الانتخابات الامريكيه ومرحله ما بعد 5 نوفمبر. فالوضع على المستوى القريب والمستوى الامد القصير سيكون مستقر نوعا ما، تمهيدا لمساله الانتخابات الامريكيه وما سيحدث في جبهه حزب الله التي بات هناك ما يسمى انفصال الساحات بدلا من شعار وحده الساحات التي كانت تتبناها ايران. وايضا على المستوى الاخر جمله ما سيتمخض عليه المباحثات السياسيه وما سيكون هناك فرص لاتفاق سياسي ام لا، خاصه مع المبادره المصريه. فانا شايف ان جمله الامر والمواجهات بتعتمد على جمله من المتغيرات. نعم، اشكرك دكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات.